مرحبا. في العرب اليوم تغطية خاصة لتطورات الأزمة الأوكرانية الروسية. الرئيس الأوكراني يقول إن أمن أوروبا يتحدد في أوكرانيا، ويدعو لفرض مزيد من العقوبات على روسيا لتجنيب بلاده أي غزو روسي محتمل، وروسيا تهدد بالرد على العقوبات الغربية. في ملفنا الثاني، طهران تقول إن تفاصيل بسيطة تبقى قيد التفاوض في فيينا، وترقب لجولة جديدة من المفاوضات مع السعودية. تابعونا عند الساعة 7 بتوقيت القدس، 5 بتوقيت غرينتش، كما يمكنكم متابعة البث المباشر في يوتيوب.